تاي الفرز قياسي وتدقيقتي اختصار اسمي هو نظام تاي الفرز يستخدم دقة شاشة لا تعتبر بثمر إيفائق الدقة 720 و1080 بي أو تاي الفرز ذو دقة معززة 480. نوع الإشارة الشائعان لهذا النظام هما 506 و7 ب 506 و7 سطر متداخلة، وهو مشتق من نظام بال وسيكام المطورين في أوروبا. النوع الآخر هو 480 المستند على لجنة نظام التلفزيون الوطني الأمريكيين تكسره إيسي. مراجع نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2008 على موقع ويباكاين ماشينا. انظر إلى أبثمر إيفائق الدقيقة.